أنا مواليد 37، والوالد حسين بكر كان مواليد سنة 12، وهو كان مصور أفلام عبد الوهاب، وهو كان مصور أساساً في محل في أول شارع عبد العزيز كان اسمه يوسف حنين، وبعد كده ابتدى يعمل أفلام، طلبوه في أفلام عبد الوهاب، راح صور أول فيلم كان يحيى الحب افتكر، وبعد كده اتساب بقى المحل وابتدى يشتغل في السينما مع الأفلام عبد الوهاب كلها، اللي هو شركة بايدافون كان إنتاج الأستاذ محمد عبد الله. ده النيجاتيف، مقاس النيجاتيف اللي كنا بنصور بيه الصور القديمة بكاميرا كبيرة أو يطلع الكادر كادر، كان الفيلم كله يتصور 100 كادر في الأربع خمس أسابيع، يتصور 100 كادر بس، لأن كان كان صعب وليه شغل، لأن كان في الوقت ده لما كنا ما نلاقيش حتى النيجاتيف ده، كان يبقى فيه نيجاتيف إزاز، وشغل الإزاز كان يبقى صعب قوي لأن الجيلاتينة بتسيح، فلازم ليه معاملة خاصة. وأنا عندي بعض اللقطات لغاية دلوقتي محتفظ بيها، وكملت بقى وأنا في الدراسة، يعني كنت أساعد الوالد سنة 50 وأشوفه بيعمل إيه وأشوف الصور إيه، ولكن كان ليا رؤية بعد كده إن أنا عايز أعمل الصورة في الحركة. أول ما طلع الكمبيوتر ابتديت ألم بقى كل النيجاتيفات قبل ما تبوظ، لأن ده ليه عمر افتراضي، يعني النيجاتيف نفسه ليه عمر افتراضي، فكنت ألميت وسجلت وصلحت وكتبت على كل فيلم اسمه وسنة كام اتصور ومين المخرج. والأهم من ده كله بقول لحضرتك إن أنا مصور اللي ورا الكاميرا، الكواليس دول مهمين لأن محدش يعرفهم، وكان فيهم أجانب، يعني عملت دوان على أساس يبقى الصور المنتجين صور المخرجين يبقوا معروفين مين اللي أنتج، مين اللي عمل، مين اللي تعب.